واندفاع لأفراس المستورد عمر الثلاث سنوات فأكثر والتي ربحت من سباق إلى ثلاثة سباقات يجمعها التنافس في الشوط السابع في الجولة الحادية عشر على كأس وزارة الثقافة والإعلام مسافة 2000 متر بمشاركة كل من حبيبتي سايوكس ريفر جوارة العذرية حلوم فاتنة الغيد سوارة مزاهير رفادة صهيل والمركز الأول لرفادة في المركز الأول المركز الثاني حبيبتي في المركز الثاني محاولات من سايوكس ريفر في المركز الثالث أفراس المستورد يجمعها التنافس في الشوط السابع على كأس وزارة الثقافة والإعلام المركز الأول لرفادة في المركز الأول بقيادة الخيال لويس موراليس رفادة في المركز الأول بقيادة الخيال دومينيغو المركز الثاني للمرشحة جوهرة العذرية لتتقدم مع الخيال راموس للمركز الثاني والتحاذي مع حبيبتي لأخذ المركز الثاني محاولات من سايوكس ريفر في المركز الرابع أيضا دخول لفاتنة الغيد ومحاولات من بقية الأفراس فاتنة الغيد في المركز الرابع تحاول في مرفادة في المركز الأول بطول تقترب بالجياد من علامة 800 الآن تبدأ مراحل الحسم والمركز الأول لرفادة والمركز الثاني جوهرة العذرية حبيبي تتأخر للمركز الرابع تقدم للمركز الثاني فاتنة الغيد مع الخيال محمد الفهيد فاتنة الغيد تتقدم والمنعطف الأخير لشوط أفراس المستورد والتقدم الآن جوهرة العذرية وفاتنة الغيد من يحسم المواجهة صهيل تتقدم من الداخل يأخذ الصدارة من جوهرة العذرية والمركز الأول لصهيل بقيادة الخيال موسى المسعودي وتتقدم وتوسع الفارق الآن في المركز الأول صهيل في شوط أفراس المستورد صهيل المركز الأول بفارق 5 أطوال عن المرشحة جوهرة العذرية فيما التنافس يجمع بقية الأفراس على المراكز الأخرى جوهرة العذرية المركز الثاني والمركز الثالث لسايوكس ريفر الرابع لحلوم والخامس لفاتنة